مساء الخير لجميع متابعينا في الأردن. نهار اليوم ارتفعت قليلا درجات الحرارة لتصبح أعلى بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. يتوقع أيضا أن تسجل درجات الحرارة المزيد من الارتفاع خلال يوم الأربعاء لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. توقعات جوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة: يسود الطقس صافي مع 19 درجة مئوية، الملموسة 18، الرطوبة حوالي 68%، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة أسرع. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد نبدأها بالمنطقة الشمالية: إربد طقس صافي 31 إلى 20 درجة مئوية، عجلون 30 إلى 18 درجة مئوية، جرش 32 إلى 21 درجة مئوية، أما المفرق 32 إلى 20 درجة مئوية. نذهب للمنطقة الوسطى، نبدأ بالبحر الميت، طقس حار 37 إلى 28 درجة مئوية، مأدبة 32 إلى 21 درجة مئوية، البلقاء 30 إلى 20، نفس الأجواء والحرارات في العاصمة عمان، أما الزرقاء 33 إلى 22 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، العقبة 38 إلى 28 درجة مئوية، الشوبك 28 إلى 18، معان 33 إلى 22 درجة مئوية، الطفيلة طقس صافي 30 إلى 20 درجة مئوية، تقريبا نفس الحرارات والأجواء في الكرك 31 إلى 20 درجة مئوية. نذهب للمنطقة الشرقية، نبدأ بالأزرق، طقس حار 36 إلى 23 درجة مئوية، نفس الحرارة والأجواء تقريبا في كل من الصفاوي وأرويشت. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.